يا خاتم للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن أراد تداويا. قالوا يتيما, قالوا يتيما فقلت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب سامية. ما كان مثلك أن يكون له أب, أب يرعاه أثناء الطفولة ياوية. إن كنت لم تنعم بظل أبوتك فالله آسر ربك راعيا. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله والإيمان والإسلام. كما بدأنا نختتم مع آيات مثل الختام يتلوها علينا فضيلة القارئ الدكتور أسامة سامي الهواري علم التلاوة المصري والعلم الإسلامي والمقيم بمن يتسنة مركز بالبيس. داعين الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كلا إذا بلغت التراقي. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من وقيل من راق. وظن أنه الفراق.
وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ذاكرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى
ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أيحسب الإنسان ألم يكن نطفة من مني يمنى ألم يكن نطفة من مني يمنى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقا ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ذلك بقادر الله.
أليس ذلك بقادر على ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر والله قرآن وقارئ والله أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على أن يحيي
وأذنت لربها وحقت. وأذنت لربها وحقت. وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره
سوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا ويصلي سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى 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 إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. فلا أقسم بالشفق والقمر إذا اتسق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم والله أعلم والله أعلم بما يوعون.
فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها
يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أقطارها وقال الإنسان ما لها يومئذ يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم لا والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة
شريرة. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطم وما أدريك ما الحطم. نار الله الموقد التي تطلع على الأفئد إنها عليه مؤصد في عمد ممدد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الفاتحة. الفاتحة زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وأصحابه الأعلام. أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. هكذا يا أخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا زلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور أسامة سامي الهواري علم التلاوة مصر والعلم الإسلامي والمقيم بمنية سنة مركز بلبيس. نقلنا لكم من كبرى قصور الفراش الحديثة الكبرى التي كملت وجملت بمعرفة فراشة وإنارة المحروسة إدارة الأستاذ محمد رافض والمقيم بشارع البحريس والهندسة بمدينة الزجازيق القومية.
باسم معالي المستشار خالد الديب والاستاذ احمد الديب، يشكرون كل من اتى ليؤدي واجب العزاء، والبقاء لله، والسلام عليكم ورحمة الله.